وسيلة وفرحة راهو جانا أمسي ومجيب زيدو هشام بالبعيد أنا وسيلة وفرحة بغيتو تشوفونا في سطر دي زاد غير السنونا قرب ولا بعاد حتى احنا رانا هنا ويا يا يا بغيتو تشوفونا في سطر دي زاد السنونا قرب ولا بعاد احنا رانا هنا كرام في هذا العدد الجديد والحصري من برنامج نجوم الجزائر أو ستار دي زاد. اليوم رانا في مدينة الهضاب العليا بالضبط في الصيف لنعرف فنان معروف أيضا بوصلاته ومماويله الصيفية إن صح التعبير. حابين تعرفوه شوفوا التقرير وبعد نتلقى إن شاء الله. ضيفنا اليوم عبد العزيز بوعون البلقى في الساحة الفنية بعزيز الصيفي من مواليد 25 أفريل 1980 أصدر أكثر من 27 ألبوما وأحيا العشرات من المهرجانات والحفلات داخل وخارج الوطن. تميز عزيز الصيفي بغنائه لكل الطبوع الغنائية الجزائرية ويعتبر أيقونة فنية مخضرمة. وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم ستار دي زاد. نستضيف فيها هذه المرة نجم من نجوم مدينة الصيف. بعدما شفنا التقرير مباشرة عدنا إليكم من منزل الشاب عزيز. مرحبا بنا عندك شاب عزيز. السلام عليكم، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم عندنا وشرفتوني اللي جيتوا عندي. مرحبا بكم عندي في داري وفي مدينة الصيف مدينة عين رنات. نرحبوا بكم ونقول لكم ألف وسهلا ومرحبا إن شاء الله. شكرا. بداية الجمهور يحب يعرف اسم الشاب عزيز، من هو الشاب عزيز؟ الشاب عزيز هو الاسم المستعار، الاسم الحقيقي هو عبد العزيز بوعون ابن عبد الوهاب من مواليد الثمانينات 25 أفريل 1980 من مواليد مدينة الصيف. ما نقولوا احنا يا تربيت فيها وقريت فيها وكبر فيها كما نقولوا احنا. لح لكل فنان تكون بداياته ممكن صعبة وممكن سهلة. نسأل الشاب عزيز إذا كانت بدايتك في عالم الموسيقى سهلة أم صعبة؟
بطبيعة الحال يعني الجيل الذهبي كما نسميه في الوقت الحالي هي كانت شوية صعبة، يعني ما من باب الواسع وإنما كانت شوية صعبة باش تدخل يعني دومين تاع موسيقى. احنا درسنا الموسيقى في المتوسطة وحبيناها كمادة الرسم ولا مادة الموسيقى، ويقولوا في المصطلح التربوي تربية موسيقية، على هذيك احنا تما تربينا مع الموسيقى. سي بول سا تما قبلونا شوية الناس كيما نقولوا حنايا بالأخلاق والتربية، وزيد كيما نقولوا حنا الموهبة من عند ربي الحمد لله اللي وفقنا ربي كيما نقولوا حنايا، وقدرنا كيما نقولوا حنا نوصلوا كيما نقولوا حنا الرسالة تاعنا والفن تاعنا هذا في أحسن صورة. رائع جدا. ربي يعيشك. يكون فنان يعني بعد ما تحدثنا عن بداياتك في علم الفن إذا كانت صعبة أو كانت سهلة، كانت هناك بعض المواقع أو المواقف التي وقعت فيها كانت صعبة جدا، هل تتذكر يعني أو تذكر جمهورك أو تشاركه المواقف الصعبة التي مر بها عزيز في حياته الفنية؟ شوف الحياة الفنية الأخ مجيد كما كنت نقول لك هو الفن مليح مليح بزاف ربي يبارك، وكما كنت نحكي لك هو تربية وأخلاق. والمواقف الصعبة اللي وقفت بها أنا كما قلت لك يعني كما البداية ما لقيناش كما نقولوا حنايا الناس اللي يعاونوك، والله مع الوقت باش تقدر كما نقول حق شغل تخدم روحك بروحك باش كي يقبلوك الناس تلقى القبول عندهم تبدا من دارك، يعني كما نقولوا حنا من الأهل تاعك وفي الحي تاعك الجيران أصحابك ولاد المنطقة تاعك تلقى القبول ثم تعرف باللي راك راح تروح بعيد إن شاء الله. كما نقولوا حنا المواقف الصعبة واش راح نقول لخويا، ممكن التسجيلات كما نقولوا حنايا بكري في الاستوديو كانت سي ديفيسيل باش تلحق الاستوديو، وكان كما نقولوا حنايا البرنامج كما نقولوا حنايا اللي يخدموا عليه نقولوا حنا البرامج اللي يخدموا عليه في الاستوديو ما كانش بالطريقه اللي راهي دوك مسهلين للناس. حنا كما نقولوا حنا هذه هي الصعوبات اللي لقيناها في اللي واجهتوها في اللي واجهناها في كما نقولوا حنا في البدايه، والحمد لله يا ربي مع الوقت تطورت الحاله و مشات. جميل جدا. لكل فنان موقع أو مكان منه انطلق بقوة ليعرفه الجمهور، ما هي الأغنية التي عرفت الجمهور على الشاب عزيز؟ أغنيتك اللي خلت الجمهور يعني يعرف شكون الشاب عزيز؟ الأغنية اللي بديت بها هي ما هيش الأغنية اللي تعرفت بها، هي بديت بألبوم تاع نسمح لك مرة كما نقولوا حنايا اغنيه طابع صيفي تراديسيونيل كما نقولوا حنايا. من بعدها بواحد العامين كما نقولوا حنايا عملت البوم كما نقولوا حنا ثاني في نفس طابع صيفي ولينا رواج كبير والحمد لله يا ربي تقبلوه الناس كما نقولوا حنايا قلبي لحمه ماهوش حديد، هذا اللي دار سكسي في العام هذا كما نقولوا حنا نال شهره كبيره و وكما نقولوا حنا وعرفك على الجمهور والجمهور حنا تعرفنا ولقيت القبول مع الجمهور تاعي. من بعد كان فيراج المليح اللي عجبني في حياتي والناس قبلوه بزاف يعني كبار وصغار العائلات سيرتو العائلات. الاغنيه كما نقولوا حنا اللي كاتبها وملحنها حبيت كل حبه لكني، هذيك هي اللي اغنيه حبيت كل حبه لكني. اكيد من لا يعرف اغنيه حبيت كل حبه لكني هي اغنيه مشهوره جدا. هذه الاغنيه اللي كما نقولوا حنايا اللي كما نقول حنا دارت الباز ونالت شهرة كبيرة وتقبلوها الناس ولدرك مازالها دور. وكاين فنانين كبار يعني نصحوني باش ندير كما نقول حنا ندير لها فيديو كليب وعاودوها فنانين اخرين ثاني معروفين ومش معروفين ومشات لهم ثاني تالمون لا شونسون تسمى مليحة بزاف. بربي ان شاء الله منه الفوق بالك ربما نعملها كما نقول حنا كما نقول حنا ريميكس ريميك كما نقول حنا ريميك ونعملها فيديو كليب ان شاء الله ان شاء الله نكمل المشوار ان شاء الله. إذا الشاب عزيز ككل الفنانين يجب أن يكون هناك يعني مهرجانات يكون هو نشطها، ما هي أبرز المهرجانات اللي نشطها الشاب عزيز طيفي؟ المهرجانات اللي نشطها وكنت فخور يعني وكان لي الشرف أني حضرت فيها فيستيفال مهرجان جميلة الدولي الطبعة 15 كما نقولوا حنايا المهرجان العربي الدولي هو مهرجان دولي معروف. كنت في الافتتاح الرسمي وربي يبارك عجبني الحال بزاف ومديت وش عندي وعاوني ربي يعني وقبلوني الناس وصفقوا عليا الجمهور وشكروني السلطات. وفي مهرجان جميلة مهرجان تيم قاد عفوا المهرجانات كما نقولوا حنايا اللي خاصة بالموسم الاصطياف كما الكازيب في الجزائر العاصمة
في عنابه كما نقولوا حنايا مختلف الولايات مستغانم خدمت يعني ولايات بلادينا هذا اللي تسمعني. اما بالنسبه اللي قعد كما نقولوا حنايا كما فيقولوا قعد سوفينير ماشي سوفينير شغل قعد لي انا وسمو خدمنا في مهرجان تشوف سنه الجزائر بفرنسا عام 2003 نقولوا حنا كان مكتوب وحضرت انايا هذا السنه هذه كنت من المنشطين يعني من المنشطين هذا الحفل هذا الحفل هذا شفت حوايج جدد كيما نقولوا حنايا وعجبني الحال بزاف وكانت لي رؤيه مليحه يعني كيما نقولوا حنايا عرفت كيما نقولوا حنا رؤيه كيما نقولوا حنا الموسيقى اخراج موسيقي جديد عرفت كيما نقولوا حنا طرق جديده في الانتاج الموسيقي ايوا هاك فهمتني يا سي مجيد هذه كيما نقولوا حنا اللي كيما نقولوا تحس باللي كيما نقول كي سافرت احنا في بلادنا تقدر كيما نقول احنا تسافر مسافه تبان لك باللي قصيره بصح الله يبارك بلادنا كبيره و كبيره بزاف قاره الجزائر قاره ما شاء الله مي كي تسافر كيما نقولوا حنايا مسافه طويله وبالطياره كيما نقولوا احنا بالطائره وهذاك تبان لك باللي راك رحت لبلاد اخرى وصلت كيما نقولوا حنايا رساله كنت سفير تراث الجزائري هذه هي الاغنيه الجزائريه كان ديجا عجبني الحال ولقينا ثاني الناس الجاليه الجزائريه ثم جاونا الله يبارك وعجبهم الحال وشرفناهم جميل جدا شاب عزيز نذهب وإياك لنرى رأي الجمهور بعد هذا الجنجل ونعود مباشرة جنجل ونعود يا كنز غموي ضيق علي حري انا يا وزيد الهبال السلام عليكم شاب عزيز كفنان نعرفه وجاره ونسيبنا وحبيبنا وانسان ما شاء الله يعني حتى في الدومان تاع مشي تاع فن اما بالنسبه للفن انسان الله يبارك راه الناس كامل تحترمه كما انا المنطقه يعني الشماليه هكذا الناس كامل تبغي الناس كامل حتى انه بعض الناس يعني ولاو يعرفوني به يعني سبتوني ديما وكتاش يجي وكتاش يكون معانا والله والفن تاعه والله يبارك محترم يعني ماشي ممكن من الناس اللي بقاو يعني محافظين على التراث الصطايفي وهو اصلا راه يمثل يعني الاغنيه الصطايفيه بالك رقم واحد في الاغنيه الصطايفيه حاليا وان شاء الله نتمنوا له التوفيق و يعني انسان نعزوه ما شاء الله ونقول له كمل هكذا راك تبقى حبيبنا وصاحبنا وما شاء الله. السلام عليكم بون شاب عزيز كفنان الله يبارك ما شاء الله فنان فنان متواضع والحمد لله غناء تاعو نظيف كما نقولوا احنا التراث الصيفي ومحافظ عليه والحمد لله يعني الغناء تاعو عائلي وتسمعوا مع العائله تاعك والحمد لله غناء تاعو محترم. وكشخص شخص متواضع الله يبارك الحمد لله محبوب عند الناس وكله متواضع ومحترم انسان محترم وحنا نعزوه نتمنوا له ان شاء الله النجاح وان شاء الله يتواصل ان شاء الله في الغناء النظيف تاعو هذا ان شاء الله وان شاء الله القادم ان شاء الله يكون ان شاء الله مليح. شاب عزيز كفنان غناه نظيف وغناه ما شاء الله صيفي والحمد لله ما شفنا منه غير الخير وغناه الله يبارك نعرفه من بكري غناه نظيف. وكشخص انسان ولد عائله وانسان متربي نعرفه من بكري جارنا والله الحمد لله ما تشوف منه غير الخير كي هو كي خاوته. كشخص تسمى نعرفه فنان محترف انسان يغني غنى نظيف معروف في الصيفي شاب عزيز معروف بارتو انسان الله يبارك غنى نظيف و كيف اخويا كشخص نعرفه انسان طيب شاب عزيز نعرفوها انسان خالوق انسان متربي انسان خاطي شر الناس انسان فنان متربي لاباس به نعرفوه يعني ما هذه اللي قلت لك شويه راني ما نقرش نظيف ومتاصل يحجب ديجا يعرفنا نعرفوه وانا يا كنت هي دي حلوبه يا راكبك يوما يا ركبك من قدامه ونشير لك بيوما جوتام ويا جوتام يا ايوانا يا كمال عدنا إليكم من جديد جمهورنا الكريم بعد ما شفنا رأي الجمهور في الشاب عزيز وش رأيك الشيء اللي شفته وسمعته؟ يا خويا وش راح نقول لك أنا هذه تسمى الهضرة نقولها ونعاودها للجمهور هو اللي يحكم يعني هو الحكم الرئيسي
على الفنان يعني كيمد الفن تاعو ويمد المنتوجات تاعو. انا ديما نقول لهم ما نقدرش نحكم على روحي تما، الله يبارك كيما نقولوا شرف ليا كبير يعني، الناس اللي شكروني ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، ونقول لهم نشكركم على الدعم اللي دعمتونا وصافي بليزير. وكما كنت نحكي لك الاخ مجيد، انسان ما يقدرش يحكم على روحه، تما الجمهور هو اللي يحكم. اكيد نتشرف بهذا الشيء، مرآة الفنان هو الجمهور. ربي يعيشك بقى عليك ستر، ان شاء الله ربي يحفظنا، ان شاء الله ويحفظ لنا جمهورنا وربي يبارك لنا فيه ان شاء الله. ورانا هنا في كما نقولوا احنا في الافراح. نصل مشاهدينا الكرام الى السؤال الاخير، وهو سؤال يطرحه الجمهور دائما: كيف فصل الشاب عزيز الصيفي حياته الفنية عن حياته الخاصة؟ هي وجدت صعوبات في الفصل؟ هي صعيبة كما البداية، مشت كما البداية كيف كيف يعني، باش تلقى كما نقولوا حنايا شريكة حياتك اللي توافق لك على هذا الشيء يعني، وانت راك ديما مسافر وديما كما نقولوا حنايا لازمك توجد لك اموراتك باش تكون ديما بيان وتكون يعني مراه الجمهور، وفهمني. نعم. لازم تضحي كما نقولوا احنا بحوايج، وكما نقولوا احنا الحاجه الاولى اللي نقدر نقول لك ضحي بها هي التعب. تما الراحه كما نقولوا راحه بنادم ما تلقاهاش يعني، ما تلقاش روحك يعني متهني ديما يعني. وشنو هي؟ الحمد لله يعني وفقنا ربي، كي تلقى انسان اللي يفهمك كيما كنت نحكي لك دوك انايا، واش نقول لك الفنان هذا لازم يكون كيما نقولوا حنايا مش ملك روحه، ملك كيما نقولوا حنا الجمهور تاعو. اكيد. واش راح نقول لك، تما لازم الانسان يقسم روحه، هذه هي باش كيما نقولوا حنايا تنسق لازمك تضحي بحوايج. مي الحمد لله يا ربي وفقنا ربي اللي قدرنا كيما نقولوا حنا نوفقوا بين وبين. شكرا شاب عزيز. نصل إلى هنا مشاهدينا الكرام نهاية هذه الفقرة، نلتقي وإياكم في الفقرة التالية. حبيبي أخويا روح معانا شيا، حبيبي أخويا روح معانا شيا، حبيبي أخويا روح معانا شيا، زي السامي ويا طفلة هذي زي دهدية. قالك حيدي العريس، قالك وديما حميد، وديما لي تبع، ديما لي تبع الصباح. هيا ياخذنا الطيارة ومشينا في الليل، شفنا الطيارة وركبنا في الليل، في الطيارة ومشينا في الليل، بين طابة بيت فموتينا. توصيل معكم مع نجم نجوم الجزائر الشاب عزيز. الشاب عزيز رانا في فقره حكايتي، هذه الفقره هي من نجح خيالنا افتراضيه فيها اللي تيتر تاع لي شونسو تاع الشاب عزيز، بزاف لي شونسو تاع عزيز، اخترنا بعض اغانيك الناجحه والتي لاقت رواجا كبيرا. حكايه الشاب عزيز تبتدئ او تبدا بان حكايه عزيز حكايه حنينه. هذه حكايه حنينه من كتابات تاليفي وتلحيني كما نقول حنايا، وعجبت الناس بزاف بزاف. نعم. كتبتها بكري وزدنا عاودنا لها كما نقول حنا ريميك، والحمد لله زادت عاودت دارت رجعت شهره باهية. نعم. اكابيلا عزيز. ملوم عليك اليوم نقول لك لا،
مانيش نهضر في الخير غدوة نلقاها، هذا مكتوب ومحتوم والقلب رضاها، واللي في قلبك نعرفه ونعرف دواها. ياي هذي دنيا وهذو حكايتها، حكاية حنينة والأخرى بدمعتها. عزيز تعرف على وحدة شابة الله يبارك كي الوردة وقال لها لالا نوارة. لالا نوارة هي ريميك تاع عزيز الله يرحمه ويوسع عليه. نعم. غير كما نقولوا احنا درنا ريبريز وعجبت الناس، من اشاك فور نروح الحفلات هكذا ولا العرس يدوموندي باسكو فيها واحد الامبيونس. هي كوكا بنت الحاج هي تمشي على الجمار، وهي لالا درت التاج هنا عليها ما نصبر. يا هي لالا نورا هي لالا نورا هي لالا نورا وهالموت خسارة. زينك درباني على كيفان. وياي زينة النسوانة، وياي عمري حبك عذبني يا ودربني على الكفانة، ياي عمري حبك هبلني يا. ويا مولاة الخانة. مولاة الخانة هي ريبريز الأخ الفاضل نحيو بهذه المناسبة ومن هذا المنبر سي شعبان زموري المدعو شاب مامين العلمة. نعم. كانت نالت رواج وعاودت أنايا وحصل لي شرف ويعجبهم الحال الناس والحمد لله. يا العينين كبارة. نعاودو هذه. يا العينين كبارة يا شعرها يسلب الأنظار، يا وطيح على الكتافة يا يصبر قلبي يصبر. وراهيكي قمر الليل. يا قمر الليل زاهي وباهي بنجومه، ياي والليل طويلة عدياني علاش تلومو. حكايتهم ما كملتش هي وشاب عزيز، عزيز قالها علاش تعاديني. يا علاش علاش تعاديني يا عمري وتعاديني يا، يا اللي في قلبي يكفيني يا عمري ويكفيني يا. والله كي شفتيني عايش زوالي. يا وراني على بالي هاي الزوالية، هي قليل مالية وهي الزين الغالية. راني على بالي من اللي زوالية، هي قليل مالية وهي الزين الغالية. ولا دخلتينا لهذا الدوامة وحياتنا صعبتها. فوتيها عمري فوتيها، حياتنا راكي ضيعتيها. قلتي راهو حكم فيا حاجة ما تبعدوا عليا، نسيتي باللي الراي ليا كيما نحب ندير انايا. وعييت ما نوصي فيك وراني خايف غير عليك. عزيز غلطوا بزاف وقال يا خالي. يا خالي خالي هي كاين دو فيرسيون، كاين شاوي كاين سطيفي، كاين فيهم زوج مين هي فيهم؟ سطيفي بيان سور. ياي خالي خالي ويا خالي ياي خول امي ما ويا خويلي ياي خول امي ما والغربة داتك وين داتك يا خالي. راهو ضاق حالي. يضاق حالي ضاق وهاد الليالي وما لقيت رفاق لي ونسني، ما لقيت رفاق لي ونسني. ياي طول الليل شمعة تقضيا.
مي معليش ويفرج ربي. يفرج ربي هي ريبريز للأستاذ مازوني. ويفرج ربي يا مندرا واكتشي فرج ربي يسعدوا ليامي يزهى قلبي طلبي الله يا أمي طلبي. بعد مدة من الزمن تلقى مع صاحبه عنده بزاف ما شافوش وقال له أهلا راك هنا. هذه لا فيرسيون هذه درناها على الناس اللي تكذب بزاف و في الوجه شغل صرات له قصه كيما نقولوا احنا لصاحبه ويقول له باللي صرات ليا ويمكنها له ويحيد حير انت كيفاه هي جي. اهلا راك هنا واش راك لاباس يعطيك غير حبست من الهضره وتمنشر في الناس كنت كي تريح وتجمعت بدل قيل والقاله ماك طالق لفلان لفلانه بنت فلان وفلانه. بقى يحكي هو عزيز تا الموت وحشو وصاحبه قال عزيز قال له يا عزيز مازالك تعشق وتبطل. طبيعه فيا نعشق ونبطل بصح انت ما لقيت لك حل وقعدي معايا راكي حدايا تروحي عليا راني نفشل. واش ندير انا؟ ياهي واش ندير انا وحاسدوني فيك وغاضوا قلبي ياهي ومن قوم العديانه وماني مانيا وما تهنيا. وراني عييت معاها وقلت لها هنيني يا بنت الناس. في كل صباح نتلاقى معاك وطيح عينك في عيني نحس بقلبي راح معاك ما بقى لي والو في هذه الدنيا. تشوكا صاحب عزيز وقال له اسكو هاد الهضره كاينه منها صح قال له انعميه قال له يا ويلي يا ما على صاحبي. اي ويلي يا ما ويلي اي ويلي يا ما ويلي اي ويلي يا ما ويلي بهذا الصحبه خليني يا حبيبي ويا صحابي ويا ابني عمي ويلا ماشي اللي صطيف سيرو دهمو ليا. وما على بالوش باللي الزمان تغير. اي والزمان تغير الحباب ما بقى وحباب الاصحاب ما بقى وصحاب كان هن راحت لي هذه. نعم معليش. والراجل كي يتقاس. وهذه كان ليلة ما حبت خلاص خلاص ليلة طويلة كي رقدت الناس يقعدت نخمم خبطت لي في الراس شحال صعيبة الراجل كي يتقاس. عزيز قال الراجل كي يتقاس يصرالو كي يطير العلالي. يطير العلالي وطير مع الصباح طير العلالي وطير مع الصباح يا العلالي وطير مع الصباح ادي اسلامي غير للناس الملاحة. عزيز حب يقدم نصيحة لصاحبه قال له ننصحك تهلا في والديك باسكو في الدنيا هذه الوالدين مثلهم وين. ويا خويا راني نوصيك الدنيا إلى دارت عليك وزادوا حبابك سمحوا فيك عيط بابا يعزم ويجيك. ونديروا افير صاحبي صاحبي ولا صاحبي ما فهمناش كيفاش يا صاحبي يا صاحبي. نعم. خلوني خلوني ما تزيدوش عليا يلي فيا يكفيني وربي يعلم بيا خلي فيا يكفيني وربي يعلم بيا يوراني توحشتك ونارك شعلة فيا وصحابي منامي وشريكي يا رمزي ما تفكرنيش اصحابي يا عمري راحت ومشات خليني كتم سري ونخابي دمعات ما تفكرنيش اصحابي يا وكيما قال لك راسك دير.
تصرف كيما تعرف كيما قال لك راسك دير الناس قالوا يخرف يا خويا دير لافنير يا خويا ودير لافنير في كامل الجيري حنايا القانون بدلناه كان يا ما كان في قديم الزمان واحد ما على باله بواحد والغاشي كامل فرحان يا القانون بدلناه والراجل عرفناه والمليون صرفناه والفايدة قول لي كيفاه نعم إلى هنا انتهت حكاية الشاب عزيز بزنا متواصلين معكم مشاهدي الكرام جنجل ونعود يا جبيه اليوم يا وحدة وحدة أعطيني اليوم يا بهل ساكو يا نس الفاصيلة يا راهي جبدة ويا يا ذو عويضة عديت معاك ويا إذن عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام في فقرة صريح جدا مع الفنان شاب عزيز الصيفي هل أنت مستعد للإجابة على الأسئلة تكون فيها صريح جدا؟ إن شاء الله أكون صريح معكم إن شاء الله نعم نبدأ مباشرة مع السؤال الأول هل ندمت على بعض الأغاني التي أديتها؟ في بعض الأحيان ندمت هل سرقت في مرة لحن من ألحان أغنية وقمت بإعادته؟ سرقت وعودت من هو الفنان الذي أخطأت في حقه؟ ما كانش واحد أخطأت في حق الفنانين فنان أخطأ في حقك؟ لا ما نقدرش نجاوبك على السؤال لماذا؟ يعني باش كما نقول احنا نخليو حاجة المستور كما نقول احنا صفة فيك سلبية تدخين شحال تخدم العلاس؟ هذا أمر يبقى خصوصي عيط لي في الهاتف خويا ونهضروا هذه كم عدد متابعيك في مواقع التواصل الاجتماعي وهل تستعمل فيسبوك انستغرام ام يوتيوب استعمل جميع منصات التواصل الاجتماعي وكما نقولوا حنايا كما نقولوا حنايا النسبه المئويه كما نقولوا حنا واحد 50% كما نقولوا حنا من الجمهور هل تعرضت من قبل للخيانه في الطرف الفني مع احد الاصدقاء مثلا تعرضت للخيانه من طرف عديد من الاصدقاء هل أثرت الخيانة في مشوارك الفني؟ بالطبع تأثير يكون لها تأثير سلبي كيف تقيم مستواك الفني؟ أقيم مستواي الفني الحمد لله لا بأس به هل تتقبل الانتقاد؟ أتقبل الانتقاد هناك بعض الفنانين أعادوا أغانيك وألحانك من هم؟ منهم بزاف يعني كاين كاين عماد كاين كاين ياسين تيجر كاين كادر كاين وهران كاين وحيد كاين فوزي فواز والجدد هادو اللي غير معروفين يعني بدون ذكر الاسماء ما عنديش مشكله انا واحد يعاود لي دركش انا كي بديت كاين كنت انا نعاود للناس سي بور سا اللي قلت لك انا تلاقيت خيانه يعني والانتقاد ماذا بيا يكون كما نقولوا حنايا يزيد يعرفني على حوايج اخرين ويصلح لي اخطائي. هل استخدمت اسم المرحوم الفنان الشاب عزيز كاسم فني؟ لا ابدا، كاين ناس يقولوا لي نعرفوا عزيز المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه، عزيز قسنط ولا في الاصل قسنطيني ومطرب جزائري كما نقولوا حنا معروف ندعو له بالرحمه ان شاء الله. مي كي نروح لي بلاطو هكذا ولا هذا كيقولوا لي عزيز فكرتنا بالمرحوم، نقول لهم الحمد لله يا ربي يعني فكرتكم ما نقولوا حنا موسوعه ثقافيه ربي يبارك عزيز حنا عودنا له خدمنا على غناه تعلمنا عليه كاين ناس زملاء يعني نعرفوهم راهم كما نقولوا حنا ثاني زملائنا ما كتبش ربي المكتوب باش نتلاقاوه يعني ندعوا له بالرحمه مي الحمد لله يعني ادينا الاغنيه اللي كان يادي فيها بجداره واستحقاق ووصلناها كما نقولوا حنايا لابعد حد والحمد لله يا ربي نالت اعجاب الجمهور وشجعونا الجمهور على هذا الشيء. شكرا لك يا شاب عزيز على صراحتك مع الجمهور، اصل واياكم جمهورنا العزيز الى نهايه هذه الفقره، نلتقي واياكم في الفقره القادمه. جميل.
أرجو لكم مشاهدي الكرام في آخر فقرات هذا العدد المميز والشيخ مع نجم نجوم الجزائر الشاب عزيز. أنا الآن في ولاية سطيف. عزيز راه جبنا الاستوديو تاعو الخاص به هو استوديو الجزيرة. عزيز في عجالة عرفنا فيها بهذا الاستوديو. مرحبا بكم استوديو الجزيرة لايف معروف من بكري. كنا بالشراكة مع الأستاذ القدير المهذب وأرانجير ملحن وكاتب كلمة ثاني عيسى نوار المدعو الشيخ سليمان. تما في البداية كنا في سنة 1999 ومن بعد كملنا في 2000. تما البداية كانت موفقة مدة 12 سنة حتى 2012. من تم عودنا كما نقولوا حنايا عودنا الشركة كما نقولوا. اليوم راهي الله يبارك ولات شركة نعم صغيرة راهي إيديسيون شركة إنتاج شركة إنتاج نعم. وتكتشف مواهب كما نقولوا حنايا وهذا هو المكان اللي نصيب فيه راحتي بزاف يعني من بعد كما نقولوا حنايا الأهل والبيت كما نقولوا من بعد نعم. الدار تاعي عزيز سؤال يقول ما مكانة الأغنية الصيفية في الساحة الفنية الجزائرية؟ الله يبارك لاباس بها أغنية صيفية ربي يبارك عالمية يعني من بكري ومصنفة يعني ما نقدروش كيما نقولوا احنا كاين واحد ستيل هكذا راهو يدور يقولوا له ستايراي ما مازال غير معرف احنا كي نروحوا للمصنفات تاعنا كيما نقولوا حنايا واش راهو كيما نقولوا حنايا اللي كيما نقولوا المصنفات تاعنا اللي يدرسوها كيما نقولوا حنايا في الديوان وفي الوزاره وذاك تما كيما نقولوا حنا الصيفي راه عالمي راه مع الديسكو راه مع الشرقي راه مع الحوزي راه مع القبائلي راه مع الراي فهمني نعم تما غير كيما نقولوا حنايا كاين بالك كاين نواقص يعني بالك في الاعلام ولا امورات هكذا بربي ان شاء الله نعم كاين كيما نقولوا حنا تتعالج نعم مع مرور الوقت. عزيز الخدمه بكري كانت بالالبومات اما الان بلي سينجل ان صح التعبير. احكي لنا كيفاش لقى روحه شاب عزيز مع هذا الامرين. هي شوف الالبومات حاجه مليحه بزاف الالبوم تما كيشغل اللي يعود عندك كيما نقولوا حنايا ريبيراتوار يعود عندك كيما نقولوا حنايا موسوعه من الاغاني اللي تقدر كيما نقولوا حنا تتواصل بها مع الجمهور تاعك. نعم كيدير واحد البوم ممكن انسان كيسمع هذا الالبوم فيه اغنيه ما تعجبوش كيبدل الاغنيه يقدر يتعجبو كيما نقولوا حنا ستيل هذاك واحد نعم. ما تعجبو ممكن وحده تعجبو مي درك ولات سينجل تما شغل ولا يحط عليها كلش ينفيستي كيما نقولوا حنا في السينجل هذاك ينفيستي كلش منه لازم 50% موسيقى و 50% كيما نقولوا حنايا الفيديو الفيديو نعم. كيما نقولوا حنا هو السيبور اللي يوضح الامور كيما نقولوا حنا للاغنيه نعم نعم عزيز انت تختم في زوج بالسينجل والالبوم واي فيهم اللي تحقق فيه ارباح اكثر هي من المفروض تكون يعني الالبوم يعني الالبوم مليح ويحب كيما نقولوا حنا قد ما تنفيستي قد ما تتحقق ارباح رحت هذيك يعني تاع بكري يقول لك انا ندير هكذا البوم ونشوف ربي كيما نقولوا حنايا والمكتوب واش نجح هذاك هو وما تعرف الخير وين كيما نقولوا حنايا ما تعرفش وين كيما نقولوا حنا الشهره اللي وين راهي تدور نعم عزيز هل غبت عن الساحه مؤخرا ام لا؟ هو كاين غياب كيما نقولوا حنايا ضئيل علاش؟ تما من جهه بال واحد يحافظ على السمعه تاعو يعني باش يريح كيما نقولوا حنايا مع الناس ومع الفاميلات سيرتو حنايا شكرونا الفاميلات والعائلات الواحد يبدا من روحه كيما نقولوا حنا الانسان مربي ويكون كيما نقولوا حنايا في وسط عائله كيما نقولوا حنايا عريقه ولا عائله كيما نقولوا حنا شريفه ما يقدرش يروح للامورات اللي ما نقدروش نهضروهم حنايا كاين ناس تخليو على ما وصاهم تخليو على تقاليدهم وتقاليد وعادات الكلام بذيء هذاك الكلام بذيء هذاك اخويا ما انا ما تساعدنيش ممكن يعني يكون جات في راسي فكره هكذا وذاك مع روحي ممكن نتناقض معها بزاف ما نقدرش ندير واش راهم يديروا الله غالب تما كل واحد والستيل تاعو نعم انا كاين بزاف يعني ما لا يمثل كاين اخونا كما نقولوا حنايا شيخنا ومامطون نحييه بالمناسبه عراس تما تقريبا كما نقولوا حنا انا وياه قعدنا محافظين كما نقولوا حنا على الستيل ما خرجناش هو عنده ان ستيل نعم فهمني واحد ما يقدر يدور ليه والله كما وانا عندي ان ستيل ثاني بوليفالون وميم طون تما كما نقولوا حنا نقدروا نغنيو لبعضنا مثلا والله وشني يبقى كل واحد في الاختصاص تاعو وما خل ما بدلناش كما نقولوا حنا وما وليناش كما قعدنا في النيفو ما هبطناش كما نقولوا حنايا من عزيز قبل الختام نصيحه توجهها للشباب شباب خاصه المغنيين اللي راهم يؤدوا الان في اغاني رايويه صيفيه شاويه الى اخره نصيحه توجهها لهم
هي نصيحتي لهذا الشباب نقول لهم انا ماذا بيا لو كان يعني ما يفرطوش في التراث. من التراث اخويا يلقى يقدر يقتبس، يقدر يقتبس من التراث ويروح لابعد نقطه كما نقولوا حنا، يروح لابعد حد. نعم. يطور على روحه ويدير هذاك ويشوف ناس كما نقولوا حنا يا اهل اختصاص اللي يكونوا مثلا اكثر منه كما نقولوا حنا يا في الخبره، في الخبره. نعم. في المجال هذا الفني وهذاك يسقسي من عندهم يهز خبره. ومن طون كاين دوك مواقع التواصل الاجتماعي يقدر يشوف يعني كاين ناس بزاف يعلموا هذا الشيء، يدخلوا المواقع هذو يتعلموا منهم كيفاش يديروا، كيفاش حتى كيفاش يتكلموا مع الناس، كيفاش يالفوا، كيفاش يخدموا. وبربي ان شاء الله فيها تحسن، اغنيه صيفيه ان شاء الله تروح بعيد. عزيز، مشاريعك المستقبليه في المجال الفني؟ المشاريع تاعي ان شاء الله كما كنت نحكي لك في البدايه، كنت حاب نكتشف مواهب، نكتشف مواهب كما نقولوا حنا شابه. ماذا بيا لو كان كما نقولوا حنايا في كما نقولوا حنايا في المجال كما نقولوا حنايا طابع سطايفي ومختلف طبوع الجزائر. دونك كما نقولوا حنايا الموسيقى ولات بحر. نعم. لازم الانسان يعوم فيها كما يعرف بالخبره تاعو. فوالا. نعم. تعرف كيفاش تعوم كما نقولوا حنايا باش دير. وان شاء الله خويا نعاونوا الناس الكل ونخدموا كما نقولوا حنايا كما خدموا الناس الاولين ونشكرهم وتبعناهم ونجحنا بهم. انا واحد من الناس كان ليا كما نقولوا حنايا في الفن زميل نترحموا عليه الله يرحمه سالي سمير سطايفي، هو عميد الاغنيه الصيفيه. نعم. كنت خذيت من عندنا بعض النصائح ونجحت بها الحمد لله. نوصي انا الشباب هذو يشوفوا ناس اخرين كما نقولوا حنايا ينصحوهم هكذا والله. وميم طون رانا كما نقولوا حنايا نتعاونوا باش نلقاو حاجه مليحه وحاجه اللي تشرف الجزائر. نعم. عزيز، للاسف الشديد لحقنا لنهايه هذا العدد. عزيز، في كلمه ختاميه أو رسالة ختامية، تفضل. حديث شيق والوقت ضيق كما نقولوا. نعم. حنايا وجوهكم خير. شكرا جزيلا. مرحبا بكم عندنا وصافي بليزير كما نقولوا حنا العين والراس. الكلمة الأخيرة اللي نقولها كما كنت نقول لك إن شاء الله نحافظوا على التراث تاعنا. ونشكر بزاف العائلة تاعي اللي وقفوا معايا، خاوتي، جيراني، التراث تاعي، الجمهور تاعي بالأخص. وهذه هي، ونشكركم على حسن الضيافه. نعم. وبارك شكرا جزيلا. شكرا على شكرا جزيلا الشاب عزيز على حسن الاستضافه والاستقبال هنا في مدينه سطيف عاصمه الهضاب، وبالضبط في مدينه عين ارنات. شكرا موصول لكل ساكني هذه المدينه والمنطقه. كما ننسى ان نشكر ايضا عائله الشاب عزيز بالضبط على حسن الاستضافه والاستقبال. مشاهدي الكرام، لحقنا لنهايه هذا العدد، نلقاكم ان شاء الله مع نجم اخر من نجوم الجزائر. وقبل الختام نترككم مع وصله غنائيه يقودها العندليب الشاب عزيز. شكرا. كي يطيح الليل نخافر يا وضر يزيد عليا، يا وضر يزيد عليا، راسي على المخدة يا وتخصي غير انتيا، هي المتهومة بيا وياي، وهني
حدام يتم والله نقطع الياس علش عليا ودي ما صدع قولي لي كلمة يا بنت الناس قولي لي كلمة وحدة يتم والله نقطع الياس علش عليا دي ما صدام